اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كحك العيد بكل تفاصيله. وصفات العيد يا جماعه مفيش اسهل منها في الخطوات، ولكن الاهم من الخطوات الملاحظات اللي هنقول عليها. حاولت في الفيديو اغطي كل المشاكل اللي ممكن تقابل الناس في عمال الكحك، وكمان في فيديو النهارده ان شاء الله هنحسم الجدل بتاع كل سنه، وهو نخمر ولا ما نخمرش، طب نضيف لبن ولا نضيف ميه، نعمله على السخن ولا على البارد، طيب استخدم لكل كيلو دقيق نص سمنه ولا 600 جرام. هنتكلم كمان عن الكحك المحشي وطريقة تسويته الصح اللي متخليش الحشو تخرج منه. من الآخر لو تابعت الفيديو كويس مش هتحتاجي أي حاجة علشان تبقي أستاذة في عمال الكحك. يلا بينا علشان ما نطولش ندخل على طول على خطوات العمل. النهاردة مقاديرنا هتكون على كيلو دقيق، وأنا استخدمت دقيق الضحى. أنت بقى استخدمي أي دقيق فاخر متعدد الأغراض يكون ماركة كويسة، يعني دقيق مغلف، او اي دقيق يكون مكتوب عليه للكحك والبسكوت. الدقيق الكويس بيفرق جدا جدا في النتيجة. ممنوع منعا باتا في نواعم العيد كلها ان احنا نستخدم دقيق يكون له عرق جامد، يعني الدقيق اللي بيديكي نتيجة حلوة في المخبوزات ده مش هينفع معانا في نواعم العيد. تمام، اول حاجة هعملها ان انا هوزن الدقيق بتاعي علشان اتأكد ان هو كيلو، علشان في ماركات بتبقى يعني الوزن بتاعها ناقص شوية وده بيفرق معانا في المقادير. وانا هعاير كل المكونات بالميزان وبالكوبايه كمان للناس اللي ما عندهاش ميزان. الدقيق بتاعي لما وزنته طلع 1025 جرام، يعني بالظبط كيلو كيلو بالظبط، يعني هنعتبر ال 25 جرام دول وزن العبوه او وزن الكيس يعني. تمام، يبقى كيلو بالظبط. دلوقتي هنبتدي بقى اول حاجه نعملها ان احنا ننخل الدقيق بتاعنا وبعد كده نعايره بالكوبايه. وانا هستخدم في المعايره مج الشاي الازاز اللي موجود عندنا في بيوتنا كلنا، واللي بيعادل كوبايه معياريه معيارها 250 ملي. فلو متوفر عندك المج ده استخدميه، لو متوفر عندك الكوبايات المعياريه برضو استخدميها. وعلشان المعايره بتاعتك تكون دقيقه والكوبايه يكون وزنها مظبوط، بتاخدي الدقيق بالمعلقه وتنزلي بيه في الكوبايه لحد لما تمليها بشكل هرمي. لا تهزي الكوبايه ولا تضغطي الدقيق فيها، وبظهر المعلقه تساوي السطح. بكده هي عندك كوبايه بالظبط. الكيلو الدقيق عندي بيعمل حوالي 7 كوبايات وربع من الكوباية دي او من الكوباية المعيارية، او 7 كوبايات ومعلقتين كبار من معالق الاكل. ادي معايا كده الكوبايات هتلاقيهم 7 كوبايات وربع. ياريت يا حبايبي اللي معملش لايك ينزل يعمل لايك دلوقتي، ويشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصله اشعار بفيديو البتفور، وبفيديو كمان الغريبة اللي ان شاء الله هنزلهم تباعا بعد الفيديو ده. وادي الدقيق بتاعي حوالي 7 كوبايات وربع بالظبط زي ما قلت لكم. على كيلو الدقيق هضيف حوالي ربع ملعقه صغيره كده او على طرف المعلقه الصغيره من الملح. وبالنسبه للسمسم، انا السمسم اللي عندي كان متحمص. تمام، الافضل طبعا تجيبي السمسم ني وتحمصيه عندك في البيت، ولكن ده انا اللي كان متوفر عندي. هاخد منه معلقتين من معالق المعياريه مليانين او معلقتين كبار من معالق الاكل. لو عندك السمسم ني تمام، هتاخدي كده مقدار كده معلقتين ولا ثلاثة من السمنة اللي احنا هنعايرها وتحمصي فيهم السمسم بتاعك. تمام، ولكن لو هو متحمص زي كده حضيفيه على الدقيق. خلاص، لو حضيفي ريحة كحك تمام او حضيفي محلب حضيفيهم في المرحلة دي، وما تكتريش من ريحة الكحك علشان بتسمر الكحك شوية معنا، بيبقى لونها اسمر كده فبتسمر الكحك. يعني معلقة صغيرة كفاية جدا. بالنسبه بقى للسمنه، انا استخدمت نوعين من السمنه، سمنه بلدي وسمنه مخلوطه او سمنه صناعي مخلوطه. تمام، انت استخدمي بقى المتاح عندك، ويفضل تستخدمي البلدي. هعاير معاكم السمنه طبعا بالكوبايه وهعايرها بالميزان. انا عايزه 550 جرام من السمنه لاني انا عايزه نوعيه الكحك وسط. ده اول نقطه من نقط يعني اللي كانت مثيره للجدل واللي بنشوفها على جروبات الفيسبوك. انا استخدم 550 ولا 500 ولا 600. لو عايزه الكحك بتاعك ناعم خالص استخدمي 600 جرام من السمنه، لو عاوزاه وسط استخدمي 550 جرام، لو عاوزاه عادي استخدمي 500 جرام من السمنه اللي كانت في الكاسرول عندي عملت حوالي 530، فهضيف عليها كمان معلقتين كده اكملهم 550 جرام. يبقى كده ال 550 جرام عملوا معايا كوبايتين ونص من السمنه بالظبط. نيجي بقى لتاني نقطه خلافيه، وهي ان احنا نعمل الكحك على السخن ولا نعمله على البارد. لو انت عندك كميه كبيره من الكحك هتعمليها 5-6 كيلو تمام، وعايزاه يفضل معاكي فتره طويله من غير ما يغير طعمه، اعملي الكحك على السخن. لو انت هتعملي كميه صغيره زي ما انا عامله كده كيلو واحد، اعمليه على البارد. او مش هنقول على البارد، انا يا دوب سخنت السمنه كده تسخين بحيث ايدي بس يعني تتحملها،
خلاص يعني ما قدحتش السمنه لحد لما اطلعها البخار وكده، وهضيفها على الدقيق. الكحك على السخن بيفضل فتره طويله من غير ما يغير طعمه، ولكن بيبقى فيه عيب بسيط ان هو بيبقى حامي في الاكل، فاحنا بنعمله على البرد عشان يبقى اخف شويه في الاكل. تمام. بتضيفيه بقى كده على الدقيق، يعني زي ما قلت لك كده سخني السمنه تسخين. وهنيجي بقى دلوقتي لاخطر مرحله من مراحل عمل الكحك، وهي عمليه البس او مرحله البس. لازم مرحلة البس دي تفضلي تبسي السمنة بالدقيق على ايديكي مش اقل من ربع ساعة متواصل. ده اللي بيفرق في الاخر في نعومة الكحك. كل ما تبسي الكحك كويس كل ما يطلع معاكي كحك ناعم وكحك دايب. تمام. انا هستخدم النهاردة العجان في البس. انت بقى عندك عجان استخدميه، ما عندكيش عجان استخدمي ايدك في البس. جبت بقى الكحك بتاعي ونزلت بيه في العجان واستخدمت سلاح الكف، وهبتدي اشغل العجان وهسيبه كده شغال مع نفسه، ونحضر خليط الخميرة. طيب النقطة بقى الخلافية اللي بعد كده، نستخدم حليب ولا مية؟ لا مش هيفرق خالص، الحليب عن المية في الطعم مش هيفرق خالص يا جماعة. تمام. طب نستخدم كوباية الا ربع من الحليب ولا نستخدم كوباية؟ انت هتبتدي بكوباية الا ربع، يعني بتبتدي ب 200 ملي. تمام. ولو الكحك بتاعك احتاج تاني، وانا هقولك امتى هيحتاج سوائل تاني، هتضيفي بقى ربع الكوباية بالتدريج لحد لما توصلي للقوام المظبوط. ولكن انا عارفة دي بتاعي، فهستخدم كوباية من الاول. في بولة كده أو في كوباية هنزل بمعلقتين من السكر، وعليهم معلقة كبيرة من الخميرة بما يعادل 10 جرام، وهنزل عليها بالحليب، والحليب يكون دافي زي دمع العين، وهقلبهم كده كلهم مع بعض، وهسيب الخليط ده على جنب لحد لما الخميرة كده تتفاعل، وأنا سايبة كده الكحك بيتبس كده مع نفسه في العجان. عبال ما الكحك اتبس كده هيكون خليط الخميرة معايا إيه نشط وكده. تمام. وادي الكحك بتاعي بعد ما خلصت مرحله البس. ده بيبقى قوامه بيبقى سايل شويه، ما تقلقيش هو بيبقى شكله كده. تمام. بعد شويه كده لو سبتيه 5 دقايق ولا حاجه، وخصوصا ان الجو دلوقتي يعني مش حر قوي، فهتلاقيه ايه مسك نفسه وهيبقى بالقوام اللي انت هتشوفيه معايا دلوقتي. هيبقى فيه تلزيقه خفيفه كده، يعني بيبقى هيمسك نفسه ويبقى بالشكل ده، ويبقى فيه تلزيقه خفيفه. ده كده يدل على ان انت ماشيه مظبوط، وان انت ماشيه خطوات مظبوطه وخطواتك كلها صح. وادي خليط الخميره والحليب نشط معايا. هنيجي بقى لتاني اهم مرحله في عمل الكحك بعد مرحله البس، وهي اضافه السوائل. زي ما قلت لك انت تبداي بكوبايه الا ربع من الحليب، يعني حوالي 200 ملي. تمام. وشوفي العجينة بتاعتك، لو احتاجت ضيفي باقي الكوباية اللي هي 250 ملي، لو ما احتاجتش خلاص هتكتفي بالكوباية اللي ربع 200 ملي. هتضيفي معلقة بمعلقة لحد لما تظبط قوام العجينة معاكي، وهقولك ازاي تعرفي ان العجينة مظبوطة معاكي. بس الاول عاوز اقولك ان في المرحلة دي ممنوع العجن اطلاقا. زي ما انت شايفة كده انا مشغلة العجينة على السرعة البطيئة، يدوب بقلب تقليب. كمان لو هتعجني على ايدك برضو قلبي تقليب لحد ما السوائل تتداخل كده مع العجينة وتختفي، توقفي على طول. تمام. هنيجي بقى لاختبار العجينة. هتاخدي حتة من العجينة وتكوريها بين ايديكي وتضغطي عليها، هتلاقيها طبعا بتشقق. تمام. هتحسي ان العجينة محتاجة سوائل، وممكن المرحلة دي تخدعك وتفضلي بقى تضيفي سوائل والكحك يطلع معاكي ناشف خلاص. فانت هتعملي ايه؟ لازم تليني العجينة كويس جدا في ايدك وتخليها تسخن كده علشان تعرفي تحكمي عليها محتاجة سوائل تاني او لأ. طبعا لو الجو حر مش بتاخد معاكي وقت طويل، بمجرد ما بتمسكيها كده بايديكي بتلاقيها يعني لانت كده وقوامها ظبط معاكي، ولكن دلوقتي الجو كويس فمعلش ادمجيها كده بايديكي، هتاخد معاكي شوية وقت لحد ما تلين. تمام. اختبريها، اضغطي عليها، هتلاقيها مش مشققه وهتلاقيها جميله كده معاكي وقوامها مظبوط. تمام. لو شققت معاكي بعد التليين وانت مستخدمه كوبايه الا ربع من السوائل، ضيفي باقي الكوبايه لحد لما توصلي ل 250 ملي، ولكن باي حال من الاحوال ما تزوديش عن 250 ملي من السوائل. خلاص كده العجينه عندي جاهزه، هنغطيها ونركنها على جنب وهنبتدي نحضر الحشوات. انا النهارده هحشي ملبن، ده نص كيلو من الملبن، هضيف عليه معلقتين كده من السمنه وهشكله على شكل كرات صغيره. هعجنه الاول كده مع السمنه لحد لما يبقى كتله بالمنظر ده، وهشكله على هيئه كرات صغيره. وزن الكره حوالي 8 جرام. الحشوه سواء ملبن او عجوه او عجميه وزنها بيكون تلت وزن الكحكايه. انا هعمل الكحكايه 25 جرام، علشان كده الحشوات هتكون معايا 8 جرام للوحده. تمام. وادي الملبن جاهز، خلي بالك ادهني كمان الطبق بالسمنه او الزيت علشان الملبن ما يلزقش فيه. وادي الكحك بتاعي كورته لقطع صغيره، وزن القطعه 25 جرام، هغطيه كده علشان ما ينشفش، وهنبتدي نشكل الكحك بتاعنا. انا هستخدم البصامه للكحك المحشي،
وهستخدم المنقاش للكحك السادة علشان بس أميزهم من بعض. البصامة دي حجمها يعني اللي البصامة الحجم الوسط، تمام. المنقاش بتاعك ضروري السنون بتاعته تبقى طبقة على بعض علشان يديكي نقشة صح للكحك يعني، تمام. هتاخدي كده حتة من العجينة وتلينيها لحد لما تسخن بين ايديكي، وابتدي انقشيها. العجينة المظبوطة يا جماعة ما تقطعش في المنقاش وما تلزقش في البصامة. ادي زي ما انتم شايفين العجينة بتاعتي لا مشققة بعد التليين، لا مشققة ولا بتقطم في المنقاش ولا اي حاجة، عجينة مظبوطة جدا والنقشة طالعة مظبوطة وبارزة. وحاولي كمان تبرزي النقشة بتاعتك علشان بعد الخبز يفضل محافظ على النقشة بتاعته، يبقى شكله حلو، تمام. نيجي بقى للنقطة الخلافية الاهم، نخمر ولا ما نخمرش. انت بقى لازم تبقي فاهمة احنا بنخمر ليه او ما بنخمرش ليه، وانت بقى اللي تقرري تخمري او لا، عشان ما تبقيش ماشيه بس ورا اللي يقول لك لا خمري وحد يقول لك لا ما تخمريش. احنا يا جماعه بنخمر علشان الكحك يكون هش معانا ومش مكتوم، ولكن مش بنزود في التخمير علشان نحافظ على النقشه بتاعه الكحك. فاحنا خلينا وسط، بنسيب العجينه ترتاح بس يدوب نص ساعه، وكمان على ما الفرن بتاعنا يسخن ونحضر ادواتنا والصاجات بتاعتنا بتكون الخميره اوريدي اشتغلت، ولكن بعد التشكيل بندخل الفرن على طول علشان نحافظ على النقشه بتاعتنا. الصاج اللي يخلص يدخل الفرن على طول. الكحك السادة بيدخل على فرن ساخن مسبقا على حرارة 160 لمدة من 35 ل 40 دقيقة على حسب حجم الكحكاية بتاعتك، يعني لو الكحكاية كبيرة بتاخد وقت أطول في السوى، تمام. وعلى حسب برضو سماكة الصاج اللي انت مستخدماه، كل ما الصاج كان محمل وتقيل كل ما بياخد وقت طبعا في الفرن. أول ما بياخد معاكي لون من تحت خلاص كده بتطفي من تحت وبتشغلي عليه الشواية من فوق ياخد لون ذهبي. نيجي بقى للكحك المحشي، تمام. هتاخدي برضو حتة من العجينة وتبتدي تلينيها ما بين ايديكي. وعايزة اقولك في الكحك المحشي بالذات اتكي قوي على موضوع انك تليني العجينة بتاعتك ومبقاش فيها اي تشققات. دي حاجة مهمة جدا يا جماعة، وانا هقول لكم ليه بس قدام شوية. هتليني العجينة بتاعتك وتفتحيها زي ما انا عملت كده وتدخلي فيها الملبناية وتقفليها، وبعد كده تكوريها، تمام. تكوريها بين ايديكي كده على هيئة كورة، وبعدين تحطيها على الصاج وتبدأي بقى لو سواء كنت هتنقشيها او هتعملي بالطباعة او البصامة زي ما انا هعمل كده، اول ما تحطيها على الصاج طبعي على طول او شكلي على طول، ما تستنيش تعملي الصاج كله وبعد كده تستخدمي البصامة، لا العجينة هتنشف منك، تمام، وبرضو هتشقق. فهي ولينة كده وسخنة على طول انزلي بالطباعة بتاعتك وطبعي كده الكحكاية كويس، يعني دخلي البصامة كويس كده علشان النقشة بتاعتها برضو تبان، تمام. وكملي باقي الصاج بنفس التكنيك، ودخليها بقى على حرارة 180. كحك السادة بيدخل على الفرن سخن يعني او سخن وسط على حرارة 180، بياخد حوالي ربع ساعة مش اكتر. الكحك السادة مبيبقاش فيه كمية عجين كتير، فمش بيبقى محتاج يعني يفضل في الفرن مدة طويلة، تمام. اول ما بياخد لون من تحت بتشغلي عليه الشواية، ولكن انتبهي لما تشغلي الشواية نزلي الصاج الشبكة بتاعت الفرن رف كمان علشان يبقى بعيد من الشواية، لان الكحك المحشي لو يعني النار بقت قريبة منه كده هتبصي تلاقي الملبن يخرج منه، تمام. يعني لما بيسخن قوي او يفضل في الفرن فترة طويلة بتبصي تلاقي الملبن خرج منه. عايزة اقولك كمان ان ضروري ان الكحكاية المحشية ضروري جدا ما يبقاش فيها اي نوع من التشققات، لاني برضو لو فيها اي شق الكحكاية مشقوقة في اي حتة بتبصي برضو تلاقي الملبن بيخرج منها من اضعف نقطة، فبتبصي تلاقي الملبن خرج من الكحكاية والكحكاية معاكي باظت. فانت خلي بالك الكحكاية تبقى متلينة كويس جدا، وتدخليها على فرن سخن على الرف اللي في النص على حرارة 180 ربع ساعة مش اكتر من كده، بعد كده تشغلي عليها الشواية وتنزلي الشبكة بتاعتك رف كمان عن الرف الاوسط وتخرجيها على طول اول ما تاخد لون. عايزة اقولك كمان الصاج لما بيدخل لما بيخرج من الفرن ما تقربيش منه خالص ولا تشيلي من عليه الكحك لحد لما يبرد خالص، تمام. ده الكحك كان الكحك السادة المنقوش، وده الكحك المحشي. انا بس يا دوب هسكر الشوية دول، لان احنا طبعا زي ما احنا فاهمين مش بنسكر الكحك غير وقت التقديم، خلاص. عايزة اقولك الكحك السادة برضو هتك على الحتة دي، ما تزوديش نار على الكحك المحشي يا جماعة. الكحك المحشي ما بياخدش نار، لو النار طولت على الكحك المحشي هتبص تلاقي الملبن نطر منه، تمام. وضروري ما تكونش العجينة مشققة علشان ما يخرجش من اضعف نقطة من التشققات. وادي شكله الكحك بتاعي في منتهى الجمال، دايب دوبان يا جماعة، مش متحمل حرفيا، شكله في منتهى الجمال وطعمه
يعني حاجة تشرف كده، يعني حاجة هتشرفك حرفيا يعني. تمام. بالنسبة للحفظ، بنحفظ بقى الكحك بتاعنا في علب بلاستيك كده بتكون محكمة الغلق علشان ما يرطبش معانا من الهواء. تمام. أتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وتجربوا الوصفة وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. نتقابل إن شاء الله الفيديو الجاي، هيكون بإذن الله البتفور أو الغريبة. اكتبوا لي بقى في الكومنتات عايزين البتفور الأول ولا الغريبة. وأشوفكم في فيديو جديد قريب، وكل سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.